بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد، الحمد لله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. وما زلنا مع موطأ الإمام مالك رحمه الله. قال: باب جامع ما جاء في العمرة. ثم قال: حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه ورحمه الله الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم، هنا في هذا الباب يتكلم عن العمرة، والعمرة في اللغة هي الزيارة، كما قال الشاعر: تهل بالغرقة ركبانها كما يهل الراكب المعتمر. وهي وقيل القصد، قال آخره: لقد سمى ابن معمر حين اعتمر، أي قصد، وشرع قصد أو الاصطلاح، العمرة في الاصطلاح قصد البيت على كافية خاصة، الطواف والصلاة والطواف بين الصفا والمروة. وقيل مشتقة من عمارة المسجد. هنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قال ابن عبد البر: تفرد سمي بهذا الحديث واحتاج الناس إليه فيه، وهو ثقة ثبت حجة. سمي، شوف هنا التوثيق وصل إلى مداه، وهو ثقة ثبت حجة. فروى عنه مالك وسفيانان وغيرهما، حتى أن سهيل بن أبي صالح حدث به عن سمي عن أبي صالح ثم أسنده من طريقه. قال الحافظ: كأن سهيلا لم يسمعه من أبيه، وتحقق بذلك تفرد سمي به، فهو من غرائب الصحيح. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي صالح، هو ذكوان السمان، وهذه أيضا من أزلة السلسلة في أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وسيد السبع المكثرين عن النبي الأمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمر العمر. وهنا يحتمل كما قال الباجي وتابع ابن التين إن أن المعنى مع قوله تعالى: من أنصاري، من أنصاري إلى الله؟ قال: أي مع الله، يعني العمر مع العمر. الحقيقة المسألة جاءت على التتابع، العمر العمر، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، فالتتابع في هذا الباب. قال: كفارة لما بينهما، وهذه المسألة يعني جاءت على قول الجماهير انهم يحملونها على الصغائر. كفارة لما بينهما، قال ابن عبد البر: من الذنوب الصغائر دون الكبائر. وذهب بعض علماء عصرنا الى تعميم ذلك. والحقيقة ان التعميم اقرب وارجى، وهو حسن الظن بالله جل في علاه. ثم بالغ في الانكار عليه وكأنه يعني الباجي، فالباجي قال ان الامر على التعميم، وهذا صحيح. بل كلام الباجي اقرب من كلام ابن عبد البر، مع ان ابن عبد البر اشتد النكير منه على الباجي. قال: فإنه قال: ما من الفاظ العموم فتقتضي من جهه اللفظ تكفير جميع ما يقع بينهما الا ما خصه الدليل. واستشكل بعضهم كون العمره بزمنها وتكفير اجتناب عام لجميع عمر العبد، فتغير من هذه الحيثيه وظاهر الحديث ان العمره الاولى هي المكفره، لانها التي وقع الخبر عنها انها تكفر. ولكن الظاهر من جهه المعنى ان العمره الثانيه هي المكفره لما قبلها الى العمره السابقه. فإن التكفير قبل وقوع الذنب خلاف الظاهر. قال الأبي: الأظهر أنه خرج مخرج الحث على العمرة والإكثار منها، لأنه إذا حمل على غير ذلك يشكل، بما إذا اعتمر مرة واحدة إذ يلزم عليه ألا فائدة لها، إلا أن فائدتها والتكفير مش مشروط بفعلها ثانية، إلا أن يقال لم تنحصر فائدة العبادة في تكفير السيئات فقط، بل يكون فيها وفي ثبوت الحسنات رفع الدرجات، كما ورد في بعض الأحاديث: من فعل كذا وكذا رفع الله به درجة، حط عنه بها خطيئة. والحقيقة قد ندين الله بأنه في قول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة في تكفير كل السيئات الصغار والكبائر، لأنه ليس له جزاء إلا الجنة، يعني الجنة من أول وهلة، ولا يدخل الجنة من أول وهلة إلا بتكفير كل السيئات. وأيضا في قوله: من حج فلم يفسق ولم يرفث راجعك يوم ولدته أمه. يوم ولدته أمه، هذه فيها دلالة على أن الصحيفة تكون بيضاء، بيضاء نقية في هذا الباب. فمن حمل الأمر على العموم هو أقرب وأرجى إلى الإحسان بالظن بالله جل في علاه. ومن قال بأنه مقيد بقوله: ما اجتنبت المقتلة، ما اجتنبت الكبائر، عمم ما اجتنبت، يعني أتى بحديث لم يأتي فيها اللفظ المستثنى فعمم بها، والتعميم بها هذه الذي فيه شيء من النظر. قال: الحج المبرور. قال ابن عبد البر: قيل: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال. وقال الباجي: هو الذي أوقعه صاحبه على البر. وقيل: هو المقبول وعلامته أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي. وقيل: الذي لا يخالطه شيء
من الاسم ورجحه النووي وقال القرطبي الاقوال المذكوره في تفسيره متقاربه. هو حق ما يقال في ذلك. الحج المبرور هو الذي رجع صاحبه زاهدا في الدنيا مقبلا على الاخره. رجع زاهدا في الدنيا مقبلا على الاخره. روى الحاكم عن جابر قالوا يا رسول الله ما بر الحج؟ قال اطعام الطعام وافشاء السلام. قال الحافظ اسنادي ضعف ولو صح لكان متعين دون غيره. قال ابي الاظهر انه الذي المعصيه بعده بقوله في الحديث الاخر من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق. اذا المعنى حج ثم لم يفعل شيئا من ذلك. والحقيقه في هذا الباب بانه يرجع مقبلا على الاخره مدبرا على الدنيا طالبا للحسنات فاعلا للحسنات تاركا للسيئات. وقيل تفسير الحديث بالحديث اولى ان يرجع بلا ذنب كان يدخل الجنه مع السابقين له. قال ليس له جزاء الا جنه وهذه معناها ان الله جعل يكفر عنه ذنوبه. وهذا ايضا فيها دلاله على تكفير الذنوب هنا بالحج تكفير الصغائر والكبائر. لانه لا يدخل الجنه من اول وهله الا بتكفير الصغائر والكبائر. وهذه نعمه ليست بعدها نعمه. نسال الله ان يرزقنا ويرزق الجميع الحج والعمرة. الفوائد المستنبطة من دأب العلماء حمل المطلق على المقيد. فضل التتابع الحج والعمرة مكفرات لما بينهما. وهذه دلالة على الإنسان أصلا قد يقع في المعاصي والسيئات والله جل وعلا يجعل له المخارج من ذلك بالحسنات الناحية. السنة لم تترك شيئا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.